بمناسبة الذكرى 19 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه الميامين، وفي إطار التدبير التشاركي وضمان الأمن والأمان، سلم المجلس الإقليمي لإقليم ديونا 6 سيارات لفائدة وحدات الدرك الملكي لسرية عين سبع في حفل أقيم اليوم بمقر عمالة إقليم مديونة. اولا هاد البادره ديال اقتناء هاد السيارات لفائده سريه الدرك الملكي باقليم مديونه هي تندرج ضمن اختصاصات المجالس الاقليميه في اطار الاختصاصات التشاركيه، وطبعا ارتئينا اننا ندعموا رجال الدرك بالاقليم من اجل القيام بمهامهم. وبهذه المناسبه راه اعتقد انها هي اول عمليه اللي كيقوم بها مجلس اقليمي لفائده الدرك الملكي على صعيد جهه الدار البيضاء سطات، ان لم تكن على صعيد المملكه عموما. وبمناسبه عيد العرش ارتئينا الا اننا نسلموها لهم في هذا اليوم اللي هو يوم كبير بزاف، وجميع المغاربه سعداء باحتفال بمناسبه تربع صاحب الجلالة على عرش أسلافه الميامين. بمناسبة عيد العرش المجيد وتطبيقا لاتفاقية الشراكة بين المجلس الإقليمي لمديونة والدرك الملكي، تم تسليم 6 سيارات مصلحة من لفائدة وحدات الدرك الملكي لسرية عين سبع. هذه المبادرة التي تعد الأولى من نوعها على الصعيد الوطني، مبادرة تهم التعاون في مجال الأمني الذي يحظى باهتمام مختلف الفاعلين. سوف تمكن من زيادة حاضرة السيارات لتوفر عليها سرية الدرك الملكي من أجل الحد من انتشار الجريمة والتصدي لها، كذلك من أجل نشر الأمن واستسباب الأمن على الصعيد الإقليمي. بادرة تعد هي الأولى من نوعها على صعيد الوطني في انتظار الانفتاح على عملية أخرى لمسيرة الركب التنموي والتسريع من حركية وحدات الدرك الملكي.